في الرواق جمال رقم 21 وهو الرواق رقم 11 من الأروقة التي تتناول الجذور المعرفية للعنف والإرهاب اتكلمت في الرواق الماضي على عملية كيف حاولنا أن نقيد سلطة حكم الفرد المطلق في ثقافتنا خروجا من الرؤيه الفقهيه للعالم التي سادت ودخلنا بها الى عصورنا الحديثه واتكلمت على عجزنا على ان احنا نقيد سلطه الحاكم الفرد المطلق ده من داخل الثقافه وبحركه داخل الوعي وبحراك اجتماعي وسياسي واقتصادي ونيابي وكنا بنعتمد دائما على الاستعانه بقوه خارجيه تساعدنا يعني نستخدم قوتها القاهره دي في محاوله تقييد سلطه الحاكم عندنا في الداخل يعني خدت نماذج كثيره عبر التاريخ يعني مثلا توجه المعلم يعقوب في وقت الحمله الفرنسيه بان لا يمكن انها تتكون حداثه ولا يتكون تطور للمجتمع الخامل ده بافكار بقى تيجي من الداخل وتطور احنا محتاجين قوه قاهره تاتي تفرض هذه الحداثة على الناس وهو رأى أنه ده هو السبيل في مواجهة مثلا طيارات زي المماليك وزي أوضاع التخلف اللي كان موجودة وأخونا المعلم يعقوب خرج على المراكب الفرنسية اللي خرجت بخروج الحملة الفرنسية ولم يستطع الوصول إلى فرنسا وتوفي في الطريق نفس النموذج ممكن نشوفناه في بدايات القرن الواحد وعشرين مع أصوات زي أحمد جلبي أو أحمد شلبي أو كان عن مكية في إنه إحنا مش قادرين نواجه الدكتاتور صدام ف. نستعين بالقوة الأمريكية الجبارة في القضاء على دكتاتورية أخونا صدام حتى المفكرين اخونا لطفي السيد انا بقول تعبير اخونا يعني لان ما بحبش اقول القاب كثيره فلطفي السيد مثلا في بدايات القرن العشرين كان هو في باتفاق مع الخداوي مع مع الخديوي عباس واخرين من النخبه المصريه ان هو هيروح سويسرا يقضي سنه هناك علشان ياخد يبقى من رعايه الدوله السويسريه فلما يرجع مصر يبقى يستفيد بامتيازات الاجانب في مصر لانشاء جريدة تواجه الاحتلال وتنقض الاحتلال الانجليزي يعني فالفكر التقييد سلطة الحاكم الفرد المطلق دائما بخلال باستعانة بقوة خارجية ده موجود طول الوقت واتكلمت على يعني كيف ان نبار باشا اللي هو بقى يعني إنشاء أول مجلس للنظار في مصر في فترة إسماعيل وبعد كده طبعا مع تنحية إسماعيل بالقوة الجبرية وتولية ابنه توفيق واحتلال الإنجليزي المباشر لمصر من سنة 82 إزاي إن استعان نوبار بالسلطة الأوروبية وبالمناسبة قبل ما أكمل يعني أخونا أنطونيوس نبيل كان قدم ملاحظة أن أنا دايماً بستخدم الصور الخلفيات لحاجات يعني مثلاً مساجد أو قلعة أو قصر ملكي ليه ما يبقاش في الخلفية هي عبارة عن ناس في مقهى في في وسط البلد مثلاً ف يعني ده بناء على ملاحظته هو النهاردة أنا حاول أستكمل الجانب الخاص بإزاي عملية تقييد السلطة عندنا بالاستعانة بقوة خارجية وكيف أننا فشلنا في تقييد السلطة من الداخل من داخل الثقافة ومن داخل مجتمعاتنا وكل اللي, حض... اللي حصل أنه ما زالت هي سلطة الفرد المطلق لكن بديكور حديث بشكل في برلمان وفي حياه نيابيه كديكور لكن لب الامر مازال موجود يعني قشره الحداثه يا قشره صغيره على السطح ممكن لو خدشناها نقدر نشوف القالب ال 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 القديم مازال موجود فانا بدي الامثله من مصر لان عندي ادراك بعتبره دقيق بالاوضاع في مصر التي تنسحب على كثير من بلاد العرب وبلاد المسلمين بتاخد نفس التيمة مع طبعا اختلاف طفيف نتيجة للظروف الثقافية والاجتماعية اللي في كل مجتمع يعني. ف اد... ال... 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 احتلال الانجليز لمصر ادى الوضع الكامل بقى يعني هنا اصبحت ايه سلطه الحكومه اللي هو اسمه مجلس النظار في يد الا... الاوروبيين سواء كانوا انجليز او فرنسيين او غيرهم يعني هي اللي بتدير اجهزه الجهاز الاداري للحكومه والإنجليز الحقيقة عملوا شغل كبير في القاهرة يعني مجاري في القاهرة وتوصيل المياه لل فعمل إصلاحات من الناحية ديت، إصلاحات من ناحية ال... الترع والمصارف و... ومن ناحية الزراعة لإنه يزيد إنتاجية ال... ال... الأراضي المصرية عشان تطلع قطن زيادة وكفاية. هيفيد المصريين طبعًا ومستفادوا ماديًا في الجانب الإجرائي ده. لكن جانب اخر انه حيستفيد ده في انه المصانع بتاعت انجلترا يجي لها مواد خام ومنتجاتها تتباع في الاسواق ديت الفكره هنا ان تقييد سلطه الحاكم لم يتم بصوره كامله سواء من الداخل او من الخارج ازاي اداره الحكم في أجهزة الحكومة وأجهزة الدولة، الجهاز الإداري للدولة اللي عمله محمد علي وأضاف إليه خلفائه أصبحت تحت سيطرة المستعمر الأجنبي. وتركوا للخديوي، للحاكم، الأمور اللي هم شافوا إنها أمور دينية وخاصة، فأصبح أمور الأزهر وأمور الأوقاف بتتبع السرايا اللي هي سرايا عابدين الخديوي يعني. يبقى احنا عندنا هنا سرايات عبدين وسرايه قصر الدباره تقريبا اللي كان قاعد فيها المعتمد البريطاني والحكم البلد بيقوم ما بين الاثنين طيب السلطه بتاعه الخديوي ديت بقى حتى اداره الدوله بدات تنسحب عليها يعني مثلا احنا دلوقتي انشأنا عايزين نعمل اصلاحات في القضاء الشرعي اللي هو القضاء الفقهي في نهاية القرن عشر اخونا محمد عبده كان هو متزعم هذا الامر أه فعايزين نعمل بقى المحاكم الشرعيه تمشي بقوانين ويبقى في بقى قانون ولوايح اجراءات تنظم ازاي ترفع الدعوه وان يبقى في درجات تقاضي درجه اولى وبعدين يبقى في درجه استئناف ويبقى في محكمه شرعيه عليا والجوانب الاجرائيه ديت وبدايه القرن عملنا بقى قوانين زي قوانين الميراث وقوانين زي قوانين الـ 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 الحضانه بتاعت الاطفال وبعدين عملنا في بعد كده قوانين الاحوال الشخصيه بقى تنظم الزواج والطلاق والهديه والخطبه والامور دي كلها. فجه السؤال هنا لو اختلفت محكمتين في ما هو الراجح من مذهب ابو حنيفه لان اعتمدت القوانين اعتمدت مذهب ابو حنيفه لان هو كان المذهب بتاع الدوله العثمانيه وهو كان المذهب السائد في المحاكم الشرعيه اصلا من منذ احتلال الانجليز مع احتلال العثمانيين لبلد زي مصر فحينما تختلف محكمتين او قاضيين على ما هو الراجح في مذهب ابو حنيفه مين اللي يفصل في الامر هل هنروح بقى للازهر طب ما هو الازهر تابع لمين للخديوي ويدير امره الخديوي احنا شفنا الازهر ما كانش في حد مهتم بيه وكان تعيين شيخ للازهر ده كل امور بيتم ما بين المشايخ وبعضهم وصراعات المالكيه مع الشافعيه بينهم وبين بعض. تحديدا. من السبعينات في فتره اسماعيل بدانا بقى اتعمل قانون للازهر وشفنا بقى ان ايه؟ اختيار شيخ الازهر ده بيتم من الب... من القصر. يعني حتى سلطه اختيار شيخ الازهر تم انتزاع وشفنا يعني شيخ الازهر اصبح منصب يتم القصر يتم التلاعب بيه وشيخ يتعين وبعد كام شهر يتشال علشان خلاف مع القصر في عابدين صراع عابدين يعني فهل هنسيب الامر لازهر فمن هنا جت بقى ايه الحكومه اللي هي بيديرها الانجليز وبيسيطر عليها الانجليز سعت انه لا لازم يكون عندنا احنا بقى مفتي تبع الحكومه يفتي الحكومه من هنا جت فكره انشاء دار الافتاء حتى لا يضع الامر في ايه؟ في حجر الازهر كمؤسسه حتى لو كان شيخ الازهر هو اول مفتي نصر يعني يتولى عمليه الافتاء لكن يتم هذا من خلال دار افتاء تتبع وزاره الحقانيه او نظارة الحقانيه اللي هي وزاره العدل الان وما زال حتى الان دار الافتاء في بلد زي مصر هي تابعه لوزاره العدل لا تتبع الازهر اه ممكن اللي بيديرها ازارين واللي بيشتغلوا فيها ازارين وخريجي ازهر وكده لكن هي إيه؟ تتبع وزاره العدل فيصبح هنا ادي اول سحب خصيصة من الخصائص اللي كانت موجوده للازهر في الصراع ما بين ال طيب عايزين بقى بعد كده في سنه 1911 ال... نعمل وزاره للاوقاف وزاره لاداره الاوقاف عشان تنظم الامور دي ما يبقاش العمليه سبهلله لان اخونا عباس الخديوي عباس آه تم توليته آه خديوية مصر لكن هو كان افقر واحد او من افقر آه الاشخاص في الاسره العلويه فهو ربنا يعني آه 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 اكرمه وكان بقى بيغتني وبيبني غناه ويبني ثروته من خلال ايه؟ الاوقاف. وكان في حكم شهير آه وقف ضده الشيخ محمد عبده لما كان هو قاضي في القضاء الشرعي ضد آه الخديوي عايز ياخد مثلا قطعه ارض تبع الاوقاف بيستبدلها بقطعه ارض تانية عشان يزود من ايه؟ من قيمه الثروه بتاعته محمد عبده وقف ضده ومن هنا غضب عباس على آه محمد عبده بعد كده بعد ما كانوا يعني ماشيين مع بعض يعني. فجت حتى كمان الحكومة في 1911 إنها عايزة تعمل وزارة للأوقاف بقى الأوقاف تبقى وزارة تبع الإيه؟ يبقى هنا بيسحبها كمان من من ولاية السرايا، سراية عابدين. وتتعمل وزارة للأوقاف ويبقى كده هنا حتى الأزهر ذاته اتعمل له مجلس إدارة في نهاية فترة في نهاية القرن ال19، كان محمد عبدو عضو في هذا المجلس اللي هم يعني تنوه لما طفشوه الصراع ما بين القصر بقى السرايا بتاعت الدبره المعتمد والسرايا بتاعت عبدي من هنا بقى تم محمد عبدو بان هو موالي للورد كرومر بقى وان هو وان هو الفكره انه هذا الصراع لانه بياكل في السلطه ما قدرناش حتى لما دخلنا بعد كده يعني قبل ما انتقل من النقطه ديت قصر عبدين الخديوي بقى علشان يواجه الكلام ده يعمل ايه؟ سنة 1911 أنشأ حاجة اسمها هيئة كبار العلماء هيئة كبار العلماء في الأزهر لا. يعني عندنا دلوقتي بقى دار إفتة تبع لوزارة الحقانية وتبع للحكومة تفتي الحكومة في كل ما تعن لها يعني سواء بقى كان بتفتي القضاء ولا بتفتي الوزارات العادية الـ الـ الوزارات الأخرى في قضايا يعني مرتبطة بال بالفقه وكده وعندنا وزارة للأوقاف وعندنا أزهر وهذا الأزهر أيضا أنشأ حاجة اسمها هيئة كبار العلماء وهيئة كبار العلماء كانت وسيلة من وسائل القصر قصر عبدين وسرايا عبدين في مواجهة الحكومة والاستعمار يعني في فرض سلطانها يعني وتعامل هيئة كبار العلماء ديت من مكونة من تسعة من من الفقهاء في المذهب الحنفي، وتسعة في المذهب الشافعي، وتسعة في المذهب المالكي، يعني تسعة من كل مذهب من المذاهب الكبيرة، وواحد بس حنبلي لأن المذهب الحنبلي ما كانش له وجود في مصر كبير، فكان في واحد بس يمثل المذهب الحنبلي، آدي 28 فرد. بالإضافة إلى وكيل الأزهر وشيخ الأزهر، فيبقى هيئة كبار العلماء دي مكونة من 30 شخص أساسها فقهي وهي كبار العلماء ديت استمرت من 1911 ل 1961 حينما ألغيت وأنشئ مكانها مجمع البحوث الإسلامية أيام أخونا جمال عبد الناصر ومشروعه للإصلاح في الأزهر وتحويل الأزهر إلى جامعة وهكذا هاي الكبار العلماء ديت أصبحت هي السند للسرايا طول الوقت في مواجهة الإيه؟ كل الدعوات بقى الجديدة يعني حتى بعد كده ما دخلنا في دستور بقى يعني ثوره 19 بقى ودخلنا في دستور واعلان مصر استقلالها عن الدوله العثمانيه وانها اصبحت بقى يعني ايه دوله ذات سياده من تصريح 22 وان الانجليز بقى يعني ايه انتقلوا وجودهم واصبح وجودهم بس في منطقه القناه وان يبقى في بقى حكومه تتكون كلها من مصريين ويبقى في دستور مكتوب والملك يبقى ملك يعني يدير الامور عن طريق في مجلس للنواب ومجلس الشورى وعندنا انتخابات وكده ظل الامر ايضا برضو هل طبعا دستور 23 اتلغى ولا في 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 سنه 30 واتعمل دستور 30 مجرد قلم كله ده علشان السرايا كانت هي بتدير الامر وشفنا الحزب اللي هو بيسمى حزب الاغلبيه حزب الوفد لم يحكم في الفتره من 23 الى 52 يعني فترات قليله كان دايما القصر بينقلب عليه ويكون حكم اقليات. معلش انا بذكر جوانب تاريخيه علشان تبقوا في السياق. مش بس بذكر معلومات. اذا في فتره اللي هي بقى الدوله والدستور وكده من سنه 23 لسنه 52 لم نستطع ان نقيد حكم الفرد المطلق بتاع اخونا سواء كان فؤاد او ابنه فاروق بعد كده. يعني نصوص الدستور اللي مكتوبة لم تنفذ ده الدستور ذاته ك... ذاته كله على بعضه اتغير سنة 30 واتعمل دستور 30. بل ظلت مصر تحت حكم الطوارئ فترة الحرب العالمية الأولى وفترة الحرب العالمية الثانية وهي الفترة اللي هي ما بين ال... 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 الفترة فقط ما بين ال انتهاء الحرب العالمية الأولى نقول مثلا مثلا ثورة 19 لحد 39 هي ديت اللي فترة تعتبر أطول فترة لم تخضع الحياة في مصر للقانون الأحكام العرفية. ولذلك هي الفترة اللي حصل فيها انفجار بقى معرفي. شفنا بقى يعني تحول الجامعه الى جامعه مصريه حكوميه وشفنا انشاء مجمع اللغه العربيه وشفنا انشاء مصانع مصريه وبنك مصر من من وظهور بقى اصوات زي طه حسين والعقاد ومحمد حسنين هيكل واحمد امين وكل هذا الزخم الفكري اللي هو تمثل مثلا في اللي عايز يدرك الكلام ده في مجله زي مجله الرساله واعداد مجله الرساله اللي ما زلنا بنتباكى على حيويتها وحيوية الفكر فيها بعد سبعين سنة من انتهاء طبعتها ونشرها يعني واستمرارها المهم طيب لما جه بقى زباط يوليو الأحرار وسيطروا على السلطة هنا بقى دلوقتي كده ايه خرج المستعمر اللي كان مباشر هنا انتهت الملكية والصراع اللي كان ما بين قصر المعتمد البريطاني مع مع سرايا عابدين دلوقتي بقى في وحده في الايه؟ في السلطه. ان السلطه واحده متمركزه في رياسه الجمهوريه من خلال رئيس الجمهوريه والنظم اللي حواليه وعندنا مجلس للوزراء وعندنا بقى مجالس نيابيه كانت باشكالها المختلفه اللي تكونت في فتره عبد الناصر ومستمره حتى الان. في هنا ملاحظه قبل ما اخش فيها لازم تاخدوا بالكم منها ان دوله محمد علي اللي هي مستمره حتى الان دوله قامت على ان عمود الخيمه بتاعها هو الجيش كل نظم التعليم والاتصالات والمواصلات والصحه والطرق وكل ده مبني ليخدم الجيش فبضرب الجيش محمد علي وتقليل عدد أفراده سنة 1940 بمعاهدة لندن الأولى ومعاهدة لندن الثانية يعني جيش محمد علي ده أنا أذكر مثلا في في فترة غزوه للشام واحتلاله للشام في سنة 32 كان عدد أفراده ممكن بيوصلوا في أقصى وصول ليهم 200 ألف و230,000 الجيش ده أصبح عدد أفراده بعد حوالي 17,000 تبقى كل بقى المنظومه بقى بالمصانع والترسانات واللي كانت قايمه على خدمه الجيش والمدارس لم تعد موجوده. اذا لازم تلاحظ ان الجيش اختفى كمؤسسه فاعله من 1840 1841 الى 1952 بعمليه الانقلاب العسكري اللي قاموا بيه ظباط يوليو سيطروا وحولوا الملكيه الى جمهوريه. يبقى احنا عندنا ما يزيد عن 100 سنه الجيش مؤسسه انسحبت من الحياه الايه السياسيه والحياه العامه وجيش اصبح اقرب حتى مع زياده اعداده في فتره اسماعيل مع الاحتلال الانجليزي كل ده تم تسريحه ثاني وتكوين جيش بنظمه الانجليش الانجليز على الطريقه اللي بي بي هم عايزينها حتى في مساله احتلاله للسودان وغزو للسودان مرة أخرى في نهاية القرن ال19، أصبح جيش تشريفات. يعني الجيش ده في فترة انقلاب زباط يوليو على النظام الملكي أعداده بتتكلم بنتكلم على من 25 ل 30 ألف فرد. عدد السكان المصريين في فترة نهاية فترة محمد علي إحنا بنتكلم على 4 مليون مثلا. فترة ظباط يوليو الأحرار إحنا بنتكلم على 20 مليون. يبقى محمد علي كان عامل جيش في فترة الزخم بتاعه بيوصل 200 ألف أو ربع مليون في بعض التقريرات من 4 مليون نسمة إلى أنه جيش يبقى 20 أو 25 أو 30 أو 40 ألف في فترة من, من 20 مليون نسمة هنا بقى الجيش ظهر مرة أخرى في الحياة السياسية كعمود خيمة بقى تاني يعني نفس البنيه بتاعت محمد علي رجعت تاني بصورتها الايه؟ المباشره. وشفنا ده انه الجيش انتقلت اليه، الجيش بقى هنا مش كافراد. الجيش كمؤسسه من 52 انتقلت اليه سلطه الفرد المطلق اللي هي بتاعت الحاكم بتاع العصور الوسطى اصبحت موجوده في الجيش. ازاي يا عم جمال الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ده الجيش ده مؤسسه منتظمة لها قوانين ولها لوايح بتضبطها ما هواش كده يعني جهجهوني مش قايم بحكم الفرد اه ده كلام جميل جدا ده التنظيم داخل المؤسسه ان هي مؤسسه منتظمه لها قانون ينظم الحركه فيها لها قضاء عسكري ينظم الجرائم والعقوبات فيها لها رتب وترتيب هرمي بينظم التراتب فيها هذا كله صحيح. وحتى مع تغول الجيش في الحياه المدنيه من انه يبقى له بقى مصانع ويبقى له مزارع ويبقى له منافذ يبيع منها منتجات في الحياه المدنيه وانه يبقى ده كله منظم ايضا بقوانين ما هيش يعني عمليه ده كلام صحيح. لكن علاقه المؤسسه بما خارجها ادي نقطه علاقه المؤسسه بمؤسسات الحكم سواء بقى كان نص دستور مكتوب وخضوعها له ما زالت هذه المؤسسه هي مؤسسه مطلقه سلطتها مطلقه سلطتها لا, يحد لا يحدها حد من خارجها وممكن بقى نتكلم بالتفاصيل في هذه القضيه ازاي الكلام ده الاشكال ظهر من ان ظباط يوليو اصلا هم ظباط وقاموا بانقلاب من داخل الجيش فهم طبعا لازما يسعوا باستمرار الى محاولة وقد اي تصور لان الحراك يحصل من داخل الجيش وإلا تبقى بقى البلد تتحول الى ايه زي ما كان بيحصل في بعض البلدان العربية في سوريا مثلا او في العراق الانقلابات المستمرة بقى كل يعني قائد جيش يبقى مسيطر يقدر يقوم بانقلاب ونقعد بقى شغالين في الموضوع ده فكيف يعني هم عسكريين اهو كيف نحيد المؤسسه بحيث لا تقوم بعمليه انقلاب مستمر ويبقى يحصل نوع من الاستقرار السياسي يعني كيف لا يحدث ما هم فعلوه ده بقى فرض مجموعه من الظروف والمشكلات احنا ما عرفناش نحلها حتى الان وما زال هذا السؤال مطروح اللي هو سؤال مطروح مش بس من حركه يوليو ولا من ظباط يوليو لا مطروح من ايام دوله محمد علي ما هو محمد علي كان بيعمل جيش فحاول يجند ناس من خارج المصريين ويبقوا المصريين هم الفلاحين اللي بيشتغلوا في المزارع وكده ففشلت التجربه ديت هو دلوقتي بدا يجند المصريين طيب ازاي تعمل جيش من ابناء البلد لا ينقلب على الايه؟ على الحاكم على محمد علي باشا ولا الخديوي عباس ولا الخديوي اسماعيل ولا الخديوي كانت هي ديت ففي مشكله داخل بنيه الجيش المصري قديما وحديثا هي قايمه على ايه؟ انه جسم الجيش كان من المصريين لكن وقفت الرتب بتاعتهم وترقياتهم عند مستوى معين. ويتم الاتيان بعناصر خارجيه سواء بقى كانوا اتراك او شركس او اوروبيين يتولوا هم المناصب الايه؟ العليا في الجيش فيبقى ولائهم دائما لايه؟ ولائهم للولي النعم فلا ينقلبوا الامر ده تغير طبعا بانه اصبحت الرتب آه كلها يعني من نقول من معاهده آه من 1936 الدفعه اللي دخل فيها بقى ظباط يولو الاحرار سواء كان جمال عبد الناصر او السادات او عبد حكيم عامر او ما هم دولت بقى ابناء المصريين اللي بداوا يخشوا المصريين اللي هم ايه من ابناء البلد مش بس بقى من اصولهم التركيه ولا اصولهم الـ الـ من الاناضول وكده. جه هنا نفس السؤال قدام آه نظام يوليو. ازاي نجعل الجيش خارج مساله الانقلابات العسكريه ويدار اصبح الامر بانه توليه عبد الحكيم عامر اللي هو يعني تم ترقيته واترفع يعني واحد عنده 34 سنه وارتقى ارتقى لمشير في فتره بسيطه جدا فده عمل تآكل داخل بنيه المعرفيه للمؤسسه ذاتها. لانه اصبح هنا توليه عبد الحكيم عامر بناء على الولاء والثقه فيه مش بناء على كفاءه. فده عمل داخل المؤسسه اشكال كبير جدا بقى. وزير الدفاع ده او وزير الحربيه زمان هل ده منصب سياسي؟ ولا ده منصب فني؟ المفروض الوزير كعضو في مجلس الـ الـ الوزراء ده منصب سياسي يبقى هو وسيط ما بين السلطه السياسيه بغض النظر بقى كان ملك ولا كان رئيس جمهوريه ولا كان وكان او بين مجلس الوزراء كمدنيين وبين المؤسسه الايه العسكريه يضع سياسات يضع اهداف استراتيجيه يضع لكن سلطه تحريك القوات دي سلطة فنية يقوم بها إيه؟ رئيس الأركان إحنا بقى عملنا خليط عامل نوع من التشويش في الحتة دي إن أصبح وزير الدفاع عبارة عن هو منصب سياسي وفي نفس الوقت هو القائد العام للقوات المسلحة يبقى هو جانب سياسي وجانب فني. يبقى احنا عندنا دلوقتي كده رئيس جمهوريه هو القائد الاعلى وعندنا وزير دفاع هو قائد عام للقوات وعندنا رئيس اركان ده هيبقى دوره ايه بقى؟ هيبقى دوره يضع خطط لكن مش هو اللي بينفذها. مش هو اللي بيصدر القرارات اليوميه لتنفيذها. ده اشكال مازال زال مستمر حتى الان. معلش انا باخدش في جوانب هتضايق ناس كتيره جدا جدا بس الاشكال ده هو لب الاشكال في سبعه وستين بمناسبه ان احنا مر عليها خمسين سنه السنه اللي فاتت وللاسف يعني منظومه الجيش كلها لم تظهر ندوه واحده ولا مؤتمر ولا جماعه بحثيه عشان ندرس بعد خمسين سنه دارينا على الموضوع لانه ايه يعني نقطه عصاب عندنا لا نفكر فيها ونحتفل بالانتصار بتاع 73 علشان الاحتفال بتاعه جه في شهر رمضان نفس التوقيت شهر رمضان جه مع شهر يونيو يبقى تحولت الهزيمه عندنا كمؤسسه بقى مش كافراد بس الى عصاب لا نواجهه طول الوقت نعمل ايه نهرب منه ونتفاخر بس مهم مش هي دي قضيتنا انا دخلت في قضية فرعية خرجت عن الاطار الاساسي انا بتكلم فيه بس مهم ان انا اشير اليها يعني علشان اضع بعض النقاط على الحروف يعني قرار المشير عبد الحكيم عامر بالانسحاب بعد ضرب الطيران في سنة في خمسة يونيو سبعة وستين بكونه بقى قائد عام وبكونه وزير دفاع اختلط الامر. هل ده قرار تنفذه القوات مباشره لانه قرار القائد العام ولا ده توجيه سياسي على رياسه الاركان انها تعمل ايه؟ كيفيه تنفيذه. فانا فاكر محمد فوزي الله يرحمه يعني في دوكيومنتري في ده قال كده ايه راحت مفتوحه لان كله بينفذ القرار طبقا لايه قرار القائد العام مباشره كده وده يعني هذا الفعل وهذا التصرف اودى بحياه الاف من المصريين لم يكن انها ممكن تموت لو تم تنفيذ قرار الانسحاب بخطه على حسب الخطط اللي بتبقى موضوعه ده لو اتمركزوا في اماكنهم وحاموا نفسهم ما كانش هيحصل نفسه لكنها بتعبير محمد فوزي راحت مفتوحه الفتحه دي جايه منين الفتحه دي جايه من النقطه الاساسيه ان احنا عملنا لوزير الدفاع شقين جانبين فيهم صراع كونوا انه منصب سياسي وكونوا انه قائد عام لا توجد في كل الجيوش المحترمه في الدنيا آه رئيس الاركان هو الجانب الفني التقني في الموضوع وزير الدفاع جانب السياسي من الموضوع يعني بيتحط له قادة السياسية بتحط اهداف استراتيجية كيفية تنفيذها هو بيقدم بقى رئيس الاركان ده خطة واحد واثنين وتلاتة واربعة والقيادة السياسية تختار منها لكن مش هو اللي يقرر اجراءات فنية الاشكال ده بالرغم من الهزيمة بالرغم من ست سنين من إعادة بناء القوات المسلحة داخل مصر وبالرغم من سعي المؤسسة أنها تخرج بقى من الحياة ال... يعني بتكلم على الفترة من 67 ل... ل... 73 تخرج بقى من ال... الهلومة اللي كان مدخلها فيها المشير عامر بقى ان يبقى فيه بقى اتوبيسات بتدار وان هي يا راجل ده في هنتكلم في الموضوع ده بعدين يعني لما جينا في 73 ااا آه الرئيس السادات استدعى واحد من الـ 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 الخارجين عشان يبقى هو وزير الدفاع اللي هم يعني خرجوا معاش يعني ما هوش في الخدمه بره الخدمه واختار واحد علشان يبقى مطيع له الى حد كبير وعندنا رئيس الاركان اللي هو الراجل اللي بيحط الجانب الفني للإيه للخطه بتاعت ال نفس الاشكال بتاع عبد الحكيم عامر في هزيمه 67 حصل في سنه 73 في مساله الصغر رئيس الاركان اللي عامل الخطه وعامل التقسيم بتاعها وبيديرها ذهنيا في وادي ووزير الدفاع اللي هو بيقوم بدور برضه قائد عام وبيقوم بتوجيهات سياسيه من الرئيس في وادي تاني. لدرجه انه اصبح السادات اللي هو السادات طبعا هو قائد قائد سياسي بيدير الامور الاستراتيجيه لكن ما يقررش في الاجراءات اليوميه بتاعه حركه القوات لانه ما عندوش المام بكل التفاصيل بتاعتها. يصدر قرار بتحرك القوات المصريه خارج المظله وتسعى الى انها ت... 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 تسعى الى الوصول الى المضايق فخرجت من من خ... من 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 مساحه المظله انا طبعا بتكلم كلام عسكري كان انا بفهم في الكلام ده نتيجه القرايه والدراسه مش مش بقول ان انا متخصص يعني لكن ك ك ك كم... كم... كقارئ ك كإنسان بيسعى الى انه يسمع اراء المتخصصين ويكون حكم لنفسه اصدار هذا القرار خرج القوات من المكان بتاع الحمايه بتاعه مظله الصواريخ ده الفرصه للاسرائيليين ان هم يعملوا الثغره ويضربوا القوات دي لان ما حمايه جويه وحصلت الثغره وكان راي الراجل الفني اللي هو ده ده بيعكس برضو احنا في تنظيمنا للدوله بفكر ازاي اه الجماعه العلماء دولت والجماعه المتخ... يعملوا زي ما هم يعني يعملوا خطط ويعملوا بتاع بس في النهايه اللي بيصدر القرار ما بياخدش في الكلام ده بنعملها كده بالفهلوه بنعملها كده بالايه بال بتعبير المصريين في الشارع يعني بالفكاك وحتى لما ده حصلت الثغره وايريل شارون عدى الضفه الغربيه من القناه ودخل منطقه السويس ويعني خلاص الراجل يعني في طريقه للقاهره اهو الراجل اللي حاطط الخطه عامل حساب ده وكان من رايه ان هو يسحب قوات من الجهه الشرقيه ويحيط بها الثغره ديت ويفورها لكن اخونا السادات كرجل سياسي قال انه لا يعني ما اقدرش ارجع تاني لانه خايف ان هو اللي حققه وعبوره للناحيه الاخرى يعمل ايه؟ يضيع يضيع سياسيا وكل واصبح كل السعي بقى كل بقى من سته من 6 اكتوبر للسبع ثمان ايام اللي بعديها الثغره بقى حصلت بقينا كلنا عايزين نلم الموضوع، عايزين نعمل وقف في اطلاق النار. وهكذا. انا مش بذكر عشان اذكر تاريخ، انا بذكر هنا في نقطه اساسيه وهي ايه؟ هذه المؤسسه بشكل عام لها نظام داخلها. الاشكال جاي من وهي دي النقطه بقى الاساسيه. علاقة هذه المؤسسة بغيرها من المؤسسات بتاعة الدولة. دي علاقة لا رادة لقضائها. تلاحظها في طريقة ترتيب الدستور وكتابته. المفروض وزارة الدفاع دي وزارة ضمن وزارة الحكومة. فلما نيجي نعمل آآ آآ نصوص بتاعتها هي ضمن منظومة الحكومة. لا هتجد إن هي والشرطة لها نصوص لوحدها ألا طب هي دلوقتي وزارة تخضع لمجلس الوزراء والرئيس الوزراء ولا وزير الدفاع ده ايه كده يبقى الحتة دي احنا لسه ما ايه نتحاشى ان احنا نخش فيها ولا نتعامل معها والنقطة التانية فعلاقتها بمؤسسات الدوله احنا شفنا هو محافظ رايح بيفتتح مدرسه للاطفال وعامل لهم صور بطوط وعامل لهم سي... اخونا المحافظ علشان ي... يعني يتفاخر قدام الكاميرات ويثبت ولاءه لل للحكومه والنظام الحاكم في مصر عايز يحط صور المحاربين وهنجند الاطفال من هم في الروضه هو طبعا لا هو لا مهتم باطفال ولا مهتم ببنادمين ومش عايز اقول ولا حتى مهتم بقى بقوميه ولا وطنيه ولا الكلام ده كله، هو بس عايز ايه؟ اه يتفخر قدام لأن من المين اللي عينوه لأنه هو من لمين؟ ولائه للي جابه. لا الناس جابته لا اللي جابه آه وزير في في الحكومه ولا رئيس للجمهوريه ولا المهم. نقطه انا بقول الامثله ديت علشان هي فين مصادر العنف بقى؟ انا مش بحكي الحدوته دي عشان احكي تاريخ مصادر العنف فين ان المؤسسه دي في علاقتها بمؤسسات المدنيه هي ولايه شامله القضاء العسكري يحدد لنفسه ايه القضايا اللي يقبلها وايه القضايا اللي ما يقبلهاش انتوا فاكرين لما كنا بنتكلم على القضاء المختلط انه اذا المحاكم المختلطة اذا كان خلاف ما بين واحد آآ آآ واحد اجنبي وواحد اجنبي يقف قدام المحكمة وبين واحد اجنبي وواحد مصري يروح قدام المحكمة المختلطة اهو القضاء العسكري بقى كده بيقضي ما بين عسكري وعسكري داخل المعسكرات معرفش بقى قضاء القتل هل هو اللي يقضي فيها كمان ولا ديت ايه الولايه بتاعتها لمحكمه للقضاء الاهلي طيب لو موظف لو انسان ماشي في مؤسسة واتخانق مع واحد مدني في بنزينة تابعة للقوات المسلحة البنزيمة ديت والخناقة اللي حصلت بيت بين واحد مدني خضع للقضاء العسكري علشان ده ما بين واحد مدني وبين ولا ده ما بين اتنين بالرغم ان الراجل اللي, اللي بيشتغل في البنزينة ده مدني بيشتغل في بنزينة تبع الجيش ده دي نقاط تعمل التهاب طول الوقت نقطة الالتهاب الأخرى هي أنه بجانب الولاية بتاعت المطلقة بتاعت القضاء العسكري يعني على المدنيين هو عدم خضوع أي مؤسسة من مؤسسات الجيش لأي قواعد من أي نوع لمؤسسات الدولة آه يقولوا مثلا الجهاز المركزي للمحاسبات بيراجع، كلام جميل جدا. الشركات اللي هي حتى بتتعامل مع المواطنين من المؤسسة ديت لا تخضع للضرائب. حتى لو شكلياً. ما هو ممكن تخضع للضرائب وتخلع لأنها شركة. وخدوا فلوس الضرائب برضه وتخش المؤسسة العسكرية تاني، بس عشان يبقى إيه؟ يبقى القواعد واحدة، المية واحدة. لكل اللي اللي بتاع... لكل الشركات ان كل الشركات ان لها قواعد واحد اثنين ثلاثة احنا بقى بنعمل ايه بقى؟ الاستثناءات طول الوقت. ملخص الراغي اللي انا بقوله ان سلطة الفرد المطلق بتاعة القرون الوسطى اللي خدها اخونا محمد علي وادها زركشات من بره اصبحت الان في يد المؤسسة العسكرية. هي الفرد المطلق الذي لا رد لقضاء مش الفرد المطلق هنا كأفراد كمؤسسة وده طبعا ترسخ من 52 حتى حتى الآن وما زال وهي دي نقطة الالتهاب اللي عمل اشكال كبير جدا ومنبع من منابع العنف كتيرة جدا خلال الـ انه مثلا في فترة عبد الناصر في مواجهة الإخوان ومواجهة الطيارات ديت تتعمل محاكم استثنائية أو يتولى القضاء العسكري التحقيق في قضايا جرائم بقى الإرهاب والعنف واللي وال... هي المحاكم الاستثنائية طول الوقت ده بيعكس نقطة بيعكس إن إحنا ما ننتقل إحنا عمالين نمسك المواضيع من, من 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 المنتصف. حتى مع إنشاء الـ 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 المؤسسة داخلها دلوقتي القضاء العسكري كان درجة واحدة. فمن كام سنة فاتوا أصبح القضاء العسكري على درجتين. علشان الناس المتضررة من والقضاء العسكري يعني ده قضاء معمول للضبط والربط في داخل المؤسسة وده شيء مطلوب ومعروف. لكن مش هو ده الاشكال، الاشكال في علاقته بايه؟ بخارج، يعني مثلا في اي دولة من الدول اللي هي بقت اصبحت دول ديمقراطية. لو حصلت جريمة قتل داخل معسكر من المعسكرات العسكرية، يعني اه، واحد عسكري قتل واحد عسكري، ديت الولاية بتاعتها لا تكون للقضاء العسكري، القضاء العسكري يهتم بالقضايا الخاصة بالمؤسسة كمؤسسة. انضباط الاعضاء بتوعها والتزامهم بالقوانين العسكري لكن قضايا القتل ديت تخش فيها الولايه العامه تخش فيها حق المجتمع فاحنا لسه المنطقه ديت منطقه ضباب منطقه ضباب ومش عارفين نتحرك فيها وماشيين كده ببركه دعاء الوالدين وعمالين نتكلم بس على ايه يعني احنا في خطر وفي مواجهه وفي مؤامرات ضدنا وعلينا ان احنا نقف ونساند الجيش ونساند كلام جميل كويس بس مسانده الجيش ومسانده المؤسسه مش مجرد بس ان انت تحولها ل... 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 لمنطقه منطقه ضبابيه لانه حصل ضربه ورا التانية ورا الثالثه لكن الوضوح والشفافيه هو اللي هيؤدي الى 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 بناء مجتمع صحي مجتمع قوي الدولة ديت حتى الان دولة غير طبيعية دولة غير طبيعية لا مننا ماشيين على طريقة الديكتاتورية التقليدية القديمة اللي هو الحاكم الفرد المطلق الواسع السلطات ولا مننا دخلنا في منظومه قايمه على القانون وقايمه على الدستور وقايمه على, على 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 حكم المبدا مش حكم الافراد احنا عمالين نمسك العصايه من النص معلش انا دخلت بيكم في موضوع يعني في جوانب سياسيه اكتر ما هو منه جوانب فكريه بس انا بحاول المس الجزء الفكري اللي في الموضوع وهو ايه ان احنا مش قادرين نعبر حولنا ما مكان الأسرة العلوية هي الأسرة الحاكمة أو الأسرة مثلا الدولة العثمانية أو الأيوبيين أو بقت عندنا أسرة دولة قبيلة الجيش وأسرة قبيلة الجيش هي بتتعامل مع الأمر برضو بالمنطق القبلي اللي هو يعني إيه قايم على الثقة مش قايم على على الكفاءة وديت يعني مفهوم لان احنا عندنا الجهاز الاداري للدوله والمنظومه بتاعه الجيش يعني لو فرضنا 6 6 مليون والاسره متوسطها اربعه او خمسه يبقى احنا بنتكلم على 20 30 مليون من ال 100 مليون المصريين مستفيدين استفاده مباشره من المنظومه دي اللي هي منظومه الجيش ومنظومه الجهاز الاداري للدوله وهم بيدافعوا عنا وبيدافعوا وديت الرشوه اللي بيدفعها نظام يوليو لاستمراره بالمنافع التي يستفيد منها هؤلاء وعائلتهم من الجهاز الاداري للدوله ممثل بقى في شغلهم في الوظايف اللي بيتولوها اولادهم ممثل في المنح يعني انت هتلاقي الموظفين بتوع الدوله في المنح اللي بياخدوها سواء بقى كان في المواصلات أو في الرحلات وممكن لو اتكلمنا عن موضوع الحج ونشوف ازاي ان الحج وسيله من وسائل من من هذه الوسائل. أنا الرواق هذا الرواق والرواق الماضي خدت نموذج هو الحالة السياسية وأتمنى في الرواق القادم اللي هو الرواق 22 هاخد نموذج المنظومة الفقهية أو الرؤية الفقهية للعالم وكيف دخلنا بها في جانب اخر ومشكلتها يعني في جانب اخر او في مجال اخر من مجالات حياتنا وهو مجال الفتوى الفتوى الدينيه والافتاء وكيف ان هذا الذي حدث خلال القرنين الاخير منبع من منابع العنف والارهاب ونستكمل في ال هنستكمل في الاسبوع القادم يعني الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة الحادية عشرة صباحا بتوقيت آآ آآ نيويورك وانا بشكر علي على تعليقاته علي في النرويج واتمنى ان يعني في فترة قريبة يبقى الناس تخش ويبقى في حوار بيني وبينها يعني ممكن استضيف حد ويظهر ويناقشني في اللي احنا بنتكلم فيه وينقدني آه علشان الناس تتعلم بكده ما انا قاعد كده ايه حتى بالرغم ان انا قاعد في قهوه يعني ويبقى الموضوع وعظ يبقى الموضوع كلام من طرف واحد لان ده بيرسخ آه ان في حقيقه واحد بس هو اللي بيمتلكها وفي متلقين هم بيتلقوا هذا احنا الفكر طريق رايح جاي انا بتعلم من النقد انا بتعلم من الكلام اللي بيكتبهولي لي انطونيوس او اللي بتنقدهولي اسماء او اللي بيقولهولي ايمن او اللي بيقولهولي علي او غيرهم لانه بشوف الفكره حيه في عينيكم في في اذهانكم بنقدكم لها وان انتم تشوفوا جوانب اخرى منها فنكتفي بهذا القدر النهارده ونلتقي في الاسبوع القادم